ايه بقى طلعتني معاك ليه؟ ايه يا اخي وحشني، عاوز اقعد ادردش معاك. ايش يا استنى افتح الشباك. لا شباك الدنيا بردت، انا متكتك. بس انا حاسس كده ان في ريحه نتنه هتهب علينا دلوقتي. انا مش شامم حاجه. يا حرام هالريحه جت ايه؟ بتسرقني يا بدر. يا ده انا سرقتك، انا ضربتك بس. فين الوصولات؟ وصولات ايه؟ في ايه يا جدع؟ ما تلم نفسك، نزل ايدك. ما هي مش وصول برضه يدخل بيتي ويسرقني. ايه ده؟ ايه ده الصوت العالي ده؟ مفيش كبير في البيت ولا ايه؟ في ايه يا قاسم؟ وقعدنا على جنب ربيع مش ناقصات. ربيع حاف كده؟ ما هو صحيح الربايه اتقال لي خيرها. يرضيك يا عم ربيع، قاسم يسرقني؟ عم ربيع، ما دام قلت لي يا عم ربيع وكبرتني يبقى ما يرضنيش. انا هسرقك ازاي وكنت معاك في الحبس؟ ما تشهد يا عم ربيع، ما تشهد يا درش. والله العظيم بيقول كلام عين العقل. والعصيه انا سرق من بيتي فلوس وصولات ورق مهم ورحمه امي يا فراغه. بقولك ايه، انت لو ناوي على عوا انا اللي هقف. معلش معلش يا درش، العوا خليه الراجل. ايوه حلوه دي، ملعوبه لراجل، فاهمها دي يا قاسم؟ ماشي يا بدر ماشي، بتتحمى في لمتهم وديني يا فراغه. استنى بس فهماني عشان انا مش فاهمها. مش ناقصاك هي يا ربيع. وانا مستنيك.